أهلا بكم، رح ورجيك فيديو صغير في نماذج لثلاث أولاد وقل لك من الآن أنه ابنك شاء من شاء وأبى من أبى لن يخرج عن هالنماذج الثلاثة هي، يعني بالتأكيد رح يكون واحد من هالصفات الثلاثة اللي رح تشوفها بالفيديو، وانت مطلوب منك تختار أو تعزز في إحدى هالصفات. قبل ما أروح للفيديو بحب خبرك أنه الموضوع كبير ومو بس بينطبق على أولاد بل بينطبق على شغلات أكبر من هيك بكتير، يعني ممكن يصل للعلاقات الدولية. بوعدك أنه الموضوع هام جدا ورح يأثر بطريقة تفكيرك، بس عطيني إذنك. الفيديو اللي بدي أعرض لكم إياه اليوم في هذا النموذج أو هذا الولد اللي فينا نسميه المتنمر. وفي مجموعة من الأولاد فينا نسميهم المتنمر عليهم، وفي هذا الولد اللي حاطط طاقية واللي هو بالحقيقة ملاكم. ونلاحظ أكثر من مرة بحاول ينبه المتنمر ويثنيه عن أذية الأولاد. لكنه بيستمر بالتنمر والأذى مثل ما شايفينه. إلى أن بيتنمر على الملاكم نفسه يلي بيضربه ضربة واحدة بس بينهي فيها حرفيا. إذن النماذج الثلاثة هن متنمر، متنمر عليه، وملاكم. إذا طلبت منك بعد ما شفت الفيديو تختار أنو منهم بتفضل يكون ابنك أو بتشوف ابنك مكانه. أكيد ما بتفضل يكون المتنمر هذا اللوح يلي عم يطيح بالعالم يمين ويسار والأذى ماشي بدمه، وما بظن أنك بتحب يكون ابنك يلي بيتحمل التنمر والضرب من تم ساكت وبيحتفظ بحق الرد. النموذج اللي رح نحبه كلنا ونرغب يكون ابننا هو هاد الملاكم يلي حاول يدافع عن الأولاد بالحكمة والموعظة الحسنة مثل ما بيقولوا، ويمنع هالمتنمر من الاستبداد والبطش بهالأولاد المساكين، لكنه لم يرتدع لدرجة أخذته العزة بالإثم وضرب الملاكم نفسه أو حاول يضربه. طبعا شفتوا كيف تفادى الملاكم الضربة ووجه له ضربة واحدة كانت كافية لسقوط المعتدي أرضا وفقدان توازنه، حتى بعد ما قام ووقف ضل هيك مضيع مثل توم وجيري وقت تفتي العصافير فوق رأسه. وكنت بفيديو سابق رح أحط لكم إياه بالآخر نصحت بتعليم الأطفال الملاكمة، كوني ملاكم ومدرب ملاكمة سابقة، لكن مو شرط الملاكمة، ممكن أي مهارة قتالية. يعني الولد ضروري يكون بيعرف يضرب، مو ليعتدي على الناس لكن ليقدر يدافع عن نفسه. صدقوني شعور رائع أنك تكون دائما شخص واثق من قدرتك على صد أي معتدي، أنك تكون شخص غير خائف، أنك تكون سلاحك بإيدك دوما اللي هو قبضة إيدك نفسها بحيث لا يتجرأ أحد على أذيتك، وإذا تجرأ رح يشوف الرد السريع حتى قبل ما ترجع إيده يلي مدها عليك. وكنت عملت دورة مجانية لتعليم الأطفال الملاكمة وأردت إتباعها بدورات أخرى، لكن انتقالي من هامبورغ وترك النادي يلي كنت متفق معه حال دون ذلك. لكن النوادي كتيرة والخيارات دوما متوفرة، بس تأكد أنه ابنك لن يخرج عن هالصفات الثلاثة. إما بده يكون متنمر يؤذي الناس أو ضعيف ومسكين بيأكل الضرب وبيسكت، أو قوي وقت حاله ما بيعتدي على الناس لكن ما بيسمح للناس تعتدي عليه. فقبل ما تقرر شو بدك ابنك يكون أو شو بدك تدعم بابنك، رجع شوف الفيديو وتخيل أي ولد بتحب يكون ابنك بموقفه. ومثل ما قلت الموضوع مو مجرد يعني أو مو بس بيتعلق بالأطفال، بالحقيقة بالعلاقات الدولية بين الدول والجهات الدولية والحركات دوما في المتنمر أو الدولة يلي طايحة بالعالم قتل وتشريد وأذى وتدمير، وبين الدول أو الجهات اللي بتتلقى الضربات ومن تم ساكتة ضعيفة مسكينة مستكينة، وبين الدول أو الجهات أو الحركات القوية اللي قد حالها اللي بتقدر ترد العدوان وتذيق المعتدي ويلات ونتائج أفعاله. ومثل ما حكينا بموضوع الأولاد،
كمان الجهات الدولية لن تخرج عن هالصفات الثلاثة. اكتبوا لنا مين بتشوفوه بالعالم بيمثل كل صفة من هالصفات يلي حكيناها، وكمان بمجال الأولاد بحب أسمع تجاربكم وخبراتكم ورأيكم. دمتم بخير، يعني أقوياء. إيه نعم. 조선민주주의인민공화국 국가우주개발국 포도. إيه نعم.